السلام عليكم ورحمة الله، السلام حضرتك عليكم عرفنا باسمك؟ محمد حسني احمد، طب اسم الشهيد؟ قول الشهيد احمد محمد حسني احمد. طب الظروف اللي مات فيها الشهيد؟ والله هو ماشي في الشارع بيسجل القرآن على الام بي 4 عند محل الحاج رفعت العربي قدام الكنيسة على طول شارع الرسول، جت طلع في دماغه واقف زي الشباب اللي واقف. عنده كام سنة هو؟ 18 سنة. كان طالب في كلية ولا؟ لا كان طالب في تجاري، ثانوي تجاري، كان هيمتحن بعد الأحداث دي بأسبوعين ثلاثة. طب أنت شايف الأحداث بتاعة المحاكمة جارية أو إيه الأحداث اللي ماشية فيها لحد دلوقتي؟ الأحداث اللي ماشية والله كله عايز يبرر موقفه، بس إحنا يعني مش ساكتين ومش هنسكت، مش هنسكت على حقنا ولا ماشي. حق عيالنا. طب ماشي، اسمعنا الشهيد الشاهد اللي اتكلم، كانت إيه شهادته؟ نعم، الشاهد اللي استدعاه في اول شاهد للقضية استدعاه، ايه الشهاده اللي ادلى بيها؟ وهل كانت في صالح المتهمين ولا؟ اللي بيقول كده بقى اللي بيقول في صالح المحامي، المحامين هم اللي يقولوا في صالح ده او في صالح ده. لكن انت شايفها ماشيه في صالح ايه؟ برضه مش لان الصوت بعيد، فكنا في اخر القاعه فمش مركزين معاه قوي، لان كان في برضه صوت عالي. طب انت كلمه توجهها للقضاء المصري؟ عايز القصاص، قصاص لابني والشهداء اللي معانا وكلهم ولادنا، واللي اتسبب في العيال دي الشمل، كلهم ولادنا، عايزين القصاص، هو ده اللي مطلوب، اتسبب في موت عيالنا الشمل اكيد يعني لازم. ماشي، قول لحضرتك. شباب في عمر الظهور من 18 سنه ل 20 سنه ل 22 سنه، ذنبهم ايه؟ واقفين في امان الله. كانش ليه دعوه بالاحداث خالص، ملوش دعوه يا سيدي. بقول لك كان بيسجل قرآن عند محل الحاج رفعت العربي، وهو واقف بيتفرج زي ما الناس بتتفرج، والعمارة اللي بيضربوا منها أول عمارة أو تاني عمارة في الشارع وبيضربوا عشوائي، ده جت قصادها في دماغ الولد، مش هو لوحده بس، هو وفي حمادة ابن سمسم واقف جنب أبوه، جت طلقة في دماغه، واقفين على الصف التاني وبياكل، واقف جنب أبوه بياكل، جت له طلقة، لا دخلوا شمال ولا دخلوا يمين، واحد واقف على الرصيف زيه زي غيره. بعدك بقال الله.